ونستون تشرشل البريطاني هو الوزير جرأته ولباقته أحالت بريطانيا لحال أفضل خلال الحرب العالمية. انضموا لثلاث دقائق من الاستكشاف لقصة القائد المتميز. تشرشل وليد 1877 في عائلة ثرية، كانت بداياته مزيج من الكفاح والرفاهية. بالرغم من سجله الأكاديمي المتوسط، كان متفوقا في التاريخ والإنجليزية، بدت عليه الأدلة الأولى على موهبته الخطابية. التحق بالخدمة العسكرية التي قادته عبر الإمبراطورية البريطانية من حرارة الهند إلى صحاري السودان، وجمع خبرات تشكل رؤيته للعالم. كان تحول تشرشل من جندي لسياسي تحول غير عادي تماما كما كانت حياته الأولى. بداياته في السياسة كانت مليئة بالتحولات الحزبية والأدوار الحكومية المتنوعة. تشرشل المعروف بجرأته وآرائه الأحيان غير التقليدية كان شخصية محط الإعجاب والنقد، ومع ذلك كان أفضل أوقاته ما زالت في الطريق. في 1940 كانت أوروبا في حالة اضطراب بسبب هجمات النازيين. تشرشل أصبح رئيس الوزراء في أسوأ الأيام في بريطانيا. بمعنوياته القوية تمكن من تحفيز الأمة بخطاباته البليغة والعزيمة الصلبة. أعلن أننا سنقاتل على الشواطئ ولن نستسلم أبدا، وهو أمر يعكس روح الصمود والمرونة البريطانية. واجهت قيادة تشرشل اختبارات صعبة، هجمات لا مستأهلة، تهديد الغزو والحاجة الماسة للتحالفات الدولية. شراكته الاستراتيجية مع روزفلت وستالين الثلاثة الكبار كانت حاسمة. معا أداروا اتجاه الغرب مما أدى لهزيمة ألمانيا. نهاية الحرب شهدت تشرشل خارج المنصب فصوت الجمهور للتغيير، لكن عاد كرئيس للوزراء في 1952 وتأثيره على السياسة العالمية مستمر. اليوم تشرشل يذكر ليس فقط بسبب قيادته في الحرب، ولكن كرمز للثبات ورجل الدولة التي وقف بحزم ضد الطغيان وأستاذ في الكلمة. رحلة ونستون تشرشل، الذكاء والتزامه المستمر بالحرية تركت أثرا لا يمحى في التاريخ. لا يزال التراث يلهم القادة والناس حول العالم. إذا أعجبتك هذه الرحلة في التاريخ، لا تنسى الإعجاب والاشتراك وضرب جرس الإشعارات حتى لا تفوت مغامرتنا التالية أبدا. شكرا لانضمامك لنا اليوم، حتى اللقاء. في المرة القادمة استمر في استكشاف الماضي ودعه يلهم مستقبلك. هذه هي جبابرة المد والجزر، سلسلة أيقونات التاريخ. مع السلامة.